المرة الماضية لما اطلعنا على هذا الفريم فيز ريكتيفاير اللي كنا بندرسه هو ريزيستيف لود، خلينا نراجع مرة ثانية على السريع، خليني بس اعمل فيت سيستم تو فيو. هاي اذا بتطلع على السريع هون نراجع بس شغلات سريعة، في انا ضفت كم بلوك هون ما كانوا موجودين كان المرة الماضية. اليوم احنا حكينا عن المين، متذكرين المين؟ فأنا أحد الأشياء اللي أضفت على هذا السيستم هيتذكر هون إنه عندي أنا ريزيستيف لود، حطيت ريزيستيف لود، أخذت الأوتبوت فولتج وقسته هون بحيث إني أشوف شكله، بس اللي عملته كمان أخذت الفولتج هون عملت فيه شيء جديد. خليني أحاول أعمل زوم على هاي المنطقة. نعمل زوم إن مرة ثانية. وهلا اذا بتطلع هون راح تلاحظوا الشيء الجديد اللي انا ضفته هون، اخذت الاوتبوت دي سي فولتج اللي طالع من هون، هذا ويف فورم مش كونستنت، في ريبل، فبدي اشوف انا الافرج تبعه اللي حسبناه اليوم اللي طلع معنا 511، مش هيك 511 فولت متذكرين؟ 511 فولت. وهون انا اخذت الفولتج دخلته على المين فاليو، المين فاليو هو عباره عن جهاز بروسيسنج بحسب الافرج تبع سيجنال. في شغلة مهمة بس لازم اتذكرها، الفريكونسي عندنا قديش كانت هون؟ 50. لازم احكي للمين فاليو كل قديش يحسب المين، فاحنا بنفضل انه يحسبه 1 على 50، لو حطيت الفريكونسي الثانية يمكن يطلع معك تذبذب في القيمة، فاحنا بنقول عمالنا للويف فورم هاي، احسب لي الافرج تبع هذه الويف فورم كل سايكل، فكل سايكل يعني كل 20 ملي سكند راح يحسب الافرج، هاي مهمة جدا، لكن تكون مدخله 1 على 50، إذا هاي أحد الأشياء. بعدين في عندي شيء ثاني، في عندي هون اذا بدك زي ال سي دي، عارفين ال سي دي ديسبلاي عمركم استعملتوه في الديك لما كنتوا تعملوا الديك، هذا ال سي دي ديسبلاي بدل ما اروح على السكوب بيقدر يعطيني قيمه معينه طالع من هون، هذه كونستنت من هون راح تطلع، فراح الاقي ان الفاليو راح على الافرج، هذا جيد لانه بربط مع الحسابات اللي عملناها اليوم تبعت الافرج فولتج. خلينا اعمل الان ران، اتاكد اني عامل دبل بلسي هون. دبل بلسنج تتذكروا حكيت لكم الدبل بلسنج مهم عشان يقدر يبدا، هو فعليا لو انه بادي اوريدي وماشي السي ارز مع بعض ما في مشكله، بس احيانا بكون اذا السي ار مش فاتح لما بفتح الثاني لازم افتح الاول معاه، واظن فرجيت لكم البلسنج لما يكون دبل بلسنج كيف شكلهم. خليني اعمل ران هلا بدي افرجيكم البلسنج مره ثانيه. اذا احنا اللي راح اعمل ران انا لمده 200 ملي سكند يعني 10 سايكلز حيكون عندي. هلا اذا بتلاحظوا هو السيستم عماله بيشتغل، الديسبلاي عماله بيتغير هون لانه لسه ما وصل، لسه في ترانزيت عم توصل ستيدي ستيت. هلا بس يوصل ستيدي ستيت المفروض يثبت على قيمه معينه، انا كان الفارق هناك عاملها مش زيرو هون، ثبت تقريبا على 68. هلا اذا بنطلع هون اللي هي الاوتبوت ويف فورم، عندي هون رح يكون المفروض كل سايكل رح يكون في عندي 6 بلسز، هي 1 2 3 4 5 6 6 بلسز من هون، والزاويه اللي انا حاطط خليني اتاكد بس الزاويه 90 اللي حاطط تبعت الفارق قديش كانت 90 90 درجه. خلينا نرجع مثلا ل 30 رح اغير هاي ل 0.1 غير الفولتج صح؟ رح يغير الفولتج طبعا، ايش رح يصير بالفولتج لما غيرتها من 90 ل 30؟ رح يزيد اعلى قيمه له قديش رح تكون؟ لما يكون زيرو، زيرو مع طبعا مع ال 60 ورح نطلع مره ثانيه اللي هو نراقب الافرج هون، رح نعمل ران مره ثانيه. رح نلاحظ انه الفولتج المفروض يرتفع عم يرتفع تقريبا هلا 400 442، كانه تقريبا وصل ستيدي ستيت هلا، راح الترانزينس الاوليه، فالمين عماله بيعطيني 424، ولما برسم هلا الويف فورم رح تلاقوا كمان انه المين مرسوم هي، شايفين المين هون كيف مرسوم؟ خليني اعمل اوتو سكيل، وهي رح تلاحظوا هون التاخير عندي هون ال 30 درجه اللي متاخر هون، اللي هي 30 درجه رح تكمل هاي تسكرها هون لو نزلتها لزيرو. كمان مره ثانيه بس اتاكد، هي شايفين الافرج هون كيف شبك على قيمه معينه اللي اخذته انا من المين، لو اني حطيت 1 على 60 او حطيت الفريكونسي غلط راح تلاقوه بالدبدب. يعني حطينا الافرج الصحيح بحيث انه يعمل الافرج الصحيح كل سايكل. الشيء الثاني حابب تشوفوه بدي افرجيكم الدبل بلسنج الافرج.
لاحظين هاي الدبل بروسنج اللي كنا نحكي عنه، لاحظوا الثاني من هذا تيجي معقول عشان يشتغلوا هذول الاثنين مع بعض اذا كان مش شغال، فالدبل بروسنج بضمن لي انه يصير في انيشال ستارت للسيستم، هاي تو بلسز تو بلسز تو بلسز، وبعدين عندي واحد هاي اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته واحد، تذكروا حكينا انه هاي هذا واحد اللي هو تبع ار، هيك صار البلوك دايجرام اللي موجود او البلوك اللي هو معطينا اياه، وشفنا المره الماضيه كمان فرجيتكم الالوان، بس الالوان مش رح تبين معي اذا في عندي دبل بلسنج لازم ارجع سنجل بلسنج حتى نرجع نشوف، يعني خليني اخر شيء بس ارجع هذه الان لزيرو حتى نتاكد المفروض قديش يطلع معنا حسبناه احنا اليوم 511 او 512 بس نرجع هذه لزيرو من هون اللي كانت جد ثلاثه بجدول الثلاثه على باي في في ماكس في ماكس عندي هون اظن 311 او 310 310 نعمل رن راح تلاقوا نفس الشيء عماله بصعد لكن نوصل للقيمه النهائيه 511 وفعلا اذا اخذنا ضربنا 310 في جذر الثلاثه في 3 على باي بيطلع معي 512.7 تقريبا في يعني خطا بسيط ونفس الشيء هذا اذا رجعنا طلعنا هون راح نشوف هذا الشكل اللي احنا اشتغلنا عليه اليوم كنا نعمل له انتجريشن هاي راح تلاحظوا شايفين الافرج وين فالافرج جاي somewhere in between بين هاي القيمه وهاي القيمه وقيمته تقريبا 510 511 اذا هدول في عندنا كمان بلوكس ثانيه مفيده في عندي ار ام اس بلوك خليني افرجيكم البلوكس الثانيه اللي ممكن تعمل حسابات فانا بدال هذا ممكن اعمل ار ام اس بلوك ممكن اعمل فوريال بلوك كنت احكي لك عنه امبارح طلع على لايبرري براوزر هذا مفيد جدا اذا مثلا كنت تشتغل في مشروعك وحبيت تضيف اشياء اضافيه يعمل لك حسابات معينه لان انت صعب بالنظر تطلع على ويف فورم تعرف شو الافرج تبعك او الار ام اس تبعك فاذا بتطلعوا الان في البلوك في السيم باور سيستمز اظن انه عندنا اكسترا لايبرري وفي الاكسترا لايبرري في ميجرمنتس هلا هون عندي هي مين فاليو عندي ار ام اس فكان بامكاني احط الار ام اس راح يطلع فاليو ثاني ليش اهميه الار ام اس بالنسبه للمين؟ ما عندي المين ليش بحب اني اشوف الار ام اس؟ شو اهميه الار ام اس الباور الحقيقيه اللي ممكن اخذها من هذه الويف فورم فلو بدي احسب بي سكوير على ار ما بقدر احسب الافرج لازم اخذ الار ام اس القيمه الصحيحه اللي بدي استعملها اذا بدي احسب الباور لازم اخذ الار ام اس في عندنا شيء كمان اسمه توتال هارمونيك ديستورشن راح نحكي شوي عن الهارمونيكس في كمان ممكن اخذ اكتف اند رياكتف باور متذكرين اكتف باور رياكتف باور وابيرنت باور بامكاني احسبهم اذا دخلت الفولتج والكرنت هم بامكانهم يحسبهم و 3 phase sequence analyzer طيب مثلا الار ام اس لو انا بدلت الار ام اس بامكانه يعطيني الار ام اس تبعت هذه الويف فورم بدل ما يعطيني الافرج رح تكون قيمه مختلفه واذا ضل معنا وقت خلال الكورس رح نشوف كيف نحسب الار ام اس ماشي في اسئله عن هاي؟